أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا أبو فهد وسرور، حياك الله. شوف أحمد عسكر. أي والله أبو عبد الله، صورة جميلة للنجم المميز أحمد عسكر، نجم نادي العربي والمنتخب الوطني. الصورة هذه مزين فيها بروفايله بتويتر أبو عبد الله، ويستحق بالفعل من الصور الجميلة جدا. أحمد عسكر علامة فارقة مع النادي العربي في أغلب البطولات اللي قدر النادي العربي يحرزها سنة 1980، بعد 10 سنوات بهدف أحمد عسكر في مرمى نادي الشباب قدر النادي العربي يحرز اللقب، وأيضا في موسم 84-85 أحرز هدف جميل جدا من منتصف الملعب في مرمى صلاح مرزوق، قدر نادي عربي يحسم اللقب الدوري. أيضا في 83 في كأس الأمير أحرز هدف جميل جدا في مرمى آدم مرجان، قدر العربي يحرز فيه كأس الأمير. أيضا في سنة موسم 85 قدر 84-85 أيضا قدر يحرز هدف جميل جدا في مرمى خليفة منصور الرشيدي، حارس مرمى نادي فيحي، قدر يحرز اللقب بطولة الدوري. هذه مجلة الرياضي وفهد، تاريخها 3 أبريل 1993، بالتحديد يوم السبت. صحيح. 3 أبريل 1993، المرشد ومسؤولية إصابة سامي الجابر، مارادونا وحكاية العودة، بدر العنبري بدأنا نكره الرياضة، فعلها الكبار درع الدوري عرباوي. هذا أحمد عسكر طبعا. أنا قلنا أي سنة هذه؟ 93. 93 هذا طبعا الدوري خذاه نادي عربي بعد فوز نادي القادسية، اللي قدم الدوري للنادي العربي بعد فوزه على نادي السالمية بهدف جميل جدا أحرزه محمد إبراهيم، هدف من أجمل الأهداف بالنسبة للعرباوية. نهاية دراماتيكية للدوري الكويتي، فعلها الكبار، العربي البطل بتوقيع منه القادسية، السالمية في المركز الثالث برأس محمد إبراهيم، الأصفر كان السائد لكن الفرحة خضراء، محمد إبراهيم كان الحكم الفاصل. هذا يمكن علي فلاح. علي فلاح نعم. رقم 2. هني طبعا صراع سلماوي غتساوي في مباراة عصيبة. أنا حاضر هالمباراة على فكرة. صحيح. موجود أنا كنت في الملعب. هني طبعا فرحة عرباوية. فرحة عرباوية، هذا أشوف جمهور العربي أبو فهد. صحيح. وهني طبعا الشيخ أحمد الفهد يسلم درع البطولة للعربي. صحيح. هذه البطولة 14 أحمد عسكر، الجمهور حضر، الجمهور العربي حضر يآزر نادي القادسية في هذه المباراة. الدرس انتهى، ولا منطق للكرة، الكويت هرب وترك اليرموك الظروف، الفيحين ودع الأضواء رسميا. مسيرة البطل طبعا، هذا تكلمون عن مسيرة نادي العربي، كم هائل من التعادلات طبعا، مع كاظمة 1-1 و0-0، ومع السالمية بدون أهداف، ومع الكويت 1-1، ومع قادسية نفس النتيجة. طبعا احتار اللاعبون وغضبت الجماهير، واسقط في يد المدرب الذي كان يعمل كل شيء، ولكن النتائج تأتي بعكس صحيح المطلوب. طبعا هني احمد عسكر كابتن الفريق يهدي الدوري للجماهير، وهذا فايز الفلي. صحيح. وراه يظهر الشيخ احمد الفهد، وهنا الشيخ احمد اليوسف، لحظة فرح عرباوية. هذا رقم 9 خالد علي ناصر ولا؟ وين؟ ولا عقيل مهنة والله ما أشوف. لا خالد علي ناصر. خالد علي ناصر. أي نعم. أي. شكرا وكل عام وانتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر، الأصفر والأخضر طبعا، يعني تكلموا عن يعني هذه البطولة فعلا. فيحيل نطلع فاصل إن شاء الله، بعدين نشوف الفيحيل. أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معنا، فاصل قصير وراجعين لكم.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا، وإحنا مع مجلة الرياضي سنة 93 وتتويج النادي العربي في اللقب بعد توقيع نادي القادسية على خسارة نادي السالمية المنافس للنادي العربي. الحيل ودع دوري دورة الدرجة الأولى وهبط بعدما هزم من كاظمة 2-1 رغم أنه كان بادئ بالتهديف. روح طبعا إلى محطة أخرى. هني استعداد لتصفيات كأس العالم، 25 لاعبا سعوديا انتظموا في معسكر الأعداد، طبعا من واجد عبد الله الخبرة إلى سامي الجابر. 3 أهداف لمنصور مفتاح. أكد نجم الكرة القطرية منصور مفتاح 38 عاما أنه أهل الانضمام للمنتخب القطري الذي يستعد لتصفيات كأس عالم 94 بعد قيادة فريق الريان فوز على التعاون 4-2، سجل منها 3 أهداف في مسابقة درع قطر للتأمين اللي استحدثها الاتحاد القطري بمناسبة توقف الدوري لفسح المجال أمام منتخب التحضير لكأس العالم. مارادونا قد يعتزل نهاية الموسم، هذا كذلك خبر عن مارادونا. لقاء مع لاعب نادي الكويت ومنتخب الكويت الوطني لكرة القدم بدر العنبري، لا أرى منتخبا. أجرى الحوار عبد العزيز الفضلي. مشكلة أبو ناصر إنه صريح، يعني حتى يوم كان لاعب يعني المفروض يهادن على قولتهم، لكن رجل صريح. نمسي عليه بالخير بدر العنبري من النجوم المميزين، نجم خلوق جدا، صار هداف الدوري أعتقد سنة 89 أو لا 88-89 كان هداف الدوري، وكان نجم مميز يعني امتداد لأخوه عبد العزيز العنبري. بدأنا نكره الرياضة والمستوى في النازل، إصابتي في تحسن، نجوم 82 قد ينقذوننا. إيه يعني يتكلم عن نجوم 82 يقول قد ينقذوننا. هذه صورة لعبد العزيز العنبري شقيقة. وهني متألق دائما، شوف الجنب فوق قاسم حمزة. اي نجم مميز صراحة بدر العنبري من النجوم، لكنه ابتعد بسبب الإصابة، خصوصا يعني بعد التحرير يعني او بعد الغزو ما قدر يكمل، مع لانه هو بدا مع مجموعه من افضل المجموعات صراحه، جيل ذهبي لنادي الكويت، لكن بعدها لما رجع لا الوجوه نفس الوجوه ولا الاصحاب نفس الاصحاب، ما في احد، فريق لسه الحين تو طالع مع نجوم مميزين يعني يعتبرون مو من جيله، فحب انه يبتعد. نجوم 82 هم المنقذ، ما هو الحل برأيك حتى يرتفع مستوى الرياضة الكرة؟ أنا برأيي الحل الوحيد أن منتخب نجوم عام 82 أو منتخب لاعبي العصر الذهبي الكرة الكويتية يجب أن يشرفوا على الرياضة بالكويت، ويجب الاستعانة بهم وخبراتهم لأن وجودهم ضروري، وذلك حتى يشدوا من أزل لاعبي الجيل الجديد. ولكن لا أعرف سبب عدم الاستعانة بهؤلاء النجوم، فإذا كان اللاعبون الكبار وأهل الخبرة قد ابتعدوا عن المجال الرياضي، فماذا تريد منا أن نفعل نحن؟ طبعا هناك اسباب لابتعادهم عنا وعن ممارسه دورهم، الاسباب يعرفها المسؤولون تمام المعرفه. الرياضه في النازل طبعا يقول ارشح السعوديه للوصول لكاس العالم. وصل بالفعل. اي منتخب السعوديه هو الاقوى، مشاكلنا كثيره ونحتاج الى حلول، لن اكون مثل اخي، يعني اخوه افضل يعني هذه صوره له مع نادي التضامن، هذه نهائي سنه 1987 نهائي كاس اللي قدر فيه يفوز نادي الكويت 4-2، احرز هدف غريب وجميل يعني بكعب رجله كذي طقه وراحت بالتسعين. نعم. اقول بدات اللعب عام 79 ولعبت بنادي القادسيه لمده شهر. اخ كنت العب تحت 17 سنه. وقد قالوا لي احضر جوازك حتى يسجلوني ولم اعطيهم الجواز. بعدها باسبوع ذهبت لنادي الكويت لان اخي عبد العزيز العنبري كان يلعب بالنادي، فكان قلبي مع نادي الكويت وتدرجت بالنادي. ابو سعود هو اللي خذ نادي الكويت العنبري. يقول تدرجت الى عام 86 عندما لعبت اول مباراه مع الفريق الاول وكان ضد فريق القادسيه، يومها سجلت صحيح هدفا. كان يقولون بدر سعود، ما كان يقولون بدر العنبري. نعم. افضل مباراه طبعا اثناء بطوله الصداقه والسلام امام منتخب لبنان. ماذا ينقصك حتى تصبح مثل شقيقك عبد العزيز؟ لن اكون مثل اخي، وهذا شيء مستحيل لان الكل زمان دوله ورجال، ولكن اتمنى ان اصل الى نصف مستواه. طبعا هذا عرفان جميل جدا يعني من الكابتن بدر العنبري. وصلنا التجوري ابو غازي. التجوري يعني صوره اللاعب بدر العنبري اللي انا عجبتني فوق قاسم حمزه. حلوه هذه الجنب. أيوة. حلو بنادي الكويت. اعزائي المشاهدين مع الصوره الجميله للكابتن الخلوق جدا والنجم المبدع بدر العنبري نجم نادي الكويت والمنتخب الوطني
نصل لنهاية حلقتنا أعزائي المشاهدين، تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد العبد الجليل، إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.